اهلين اليوم راح اسوي معكم دونات خطيره اتمنى تجربونها عندي هنا حليب دافي وخميره وشوي سكر وبعدها عندي دقيق وشوي ملح وزبده بارده وبعد ما تخمرت اضيف عليها بيضه كامله وصفار بيضه وباقي كميه السكر واحطهم كلهم بالعجانة وهذا شكلها بعد ما عجنتها راح تكون لينه مثل الزبده وما تلصق باليد واخمرها وبعد ما خمرتها راح افردها واقصصها اما بالقطاعه او كوب او اي شيء اهم شيء تكون سميكه شوي واخمرها مره ثانيه واقليها بزيت غزير وعندي هنا الحشوات طبعا اختياريه سووا اللي يعجبكم انا عندي هنا نوتيلا وزعتر صراحه ميكس رهيب وعندي القهوه المختصه وشوفوا معاي الدونات كيف من داخل هشه ولينه ومفرغه اتمنى تجربونا واعطوني رايكم